السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسمينة قبل ما نبدأ فصل اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. اليوم جينا بحلوة جديدة، اليوم راح نديرو كيكة الليمون بطريقة جديدة وبوصفة جديدة، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تنجحوا فيها. كيكة اليوم ايش راح نحتاجو فيها؟ راح نبداو اولا بلاجينواز تاعنا، ومن بعد راح نديرو كريمة الليمون. كريمة الليمون كنت درتها معاكم من قبل، راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وراح نحطها لكم في الاي من فوق. وما تنساوش انه في الاي من فوق كاين السؤال، انتم دوما انتم اللي راح تختاروا الطبق اللي راح يكون حلو او مالح او اي نوعيه فيديو راح تكون. وصفه اليوم ايش راح نحتاجه؟ راح نحتاجه 8 معالق كبيره من الفرينه، تكون معالق غير مملوءه جدا، يعني تكون مسطحه ماشي مقببه. ثاني حاجه حنحتاج السكر، حنحتاج 7 معالق سكر، 7 معالق زيت، 7 معالق حليب، 2 حبات بيض، كيس من خمير الحلويات وزن 10 غرام، وعطر الفانيلا. راح نبداو في طريقه التحضير. على بركه راح نديرو البيض تاعنا. بسم الله، يعني ان شاء الله يعجبكم الوصفات. درنا 2 حبات بيض، راح نضيفو 7 معالق حليب، راح نضيفو 7 معالق كبيره من السكر، يعني دائما نفس الملعقه نستعملوها في كل شيء، نفس الملعقة. راح نضيفو 7 معالق سكر، يعني هي كيكة سريعة. راح نضيفو 7 معالق زيت، صغيرة من عطر الفانيلا، هكذا. اللي حاب يضيف عطر الليمون يضيف عطر الليمون مع عطر الفانيلا. عطر الليمون راح نخلطوا كل المكونات مع بعض. نفتحوا مليح السكر مع المكونات السائلة، هكذا، يعني مش هيستغرق وقت طويل. راح نضيفوا 8 معالق كبيرة من الفرينة، تكون غير مملوءة جيدا. تكون مسطحة فقط هكذا، ما تكونش مملوءة مليح. 8 معالق، لازم نغربلو الفرينة تاعنا باش الكيك تاعنا ينجح لنا. راح نضيفو كيس من خمير الحلويات وزن 10 غرام، يعني لازم دايما نغربلوها على جال هاد الفقاعات تاع الهواء، لازم نفتحوهم هكذا. راح نخلطوا كل المكونات مع بعض. بسم الله، ندخل مليح المكونات مع بعض هكذا. راح تجينا السائلة مش حتكون جامدة،
ونكونوا تحصلنا على الخليط تاعنا. يعني كيف ولا اسهل. هنا هذا هو المقاس اللي راح نديرو. راح نفرغوا الخليط تاعنا. بعد ما فرغنا الخليط تاعنا حندخلوها للفرن على درجة الحرارة 160 درجة إلى 170 درجة، كل فرن على حسب، وراح نخلوها حتى تنشف. ونشوفوها بدات تحمر هنايا في الطراف، ونحيو عليها نتلاقاو بعد. هنا بعد ما نحينا الكيكة تاعنا وطابت الكيكة تاعنا، هنا عندي كمية من الحليب، كون درت لها عطر الفانيلا كما راكم تشوفوا. هنا الكيكة تاعي راهي مازالها سخونة والحليب تاعي بارد، راح نضيف لها شربوها بالحليب. راح نخليوها تشرب تماما الحليب وتبرد هنا بعد ما بردت الكيكة تاعنا عندي من جهة اخرى كمية من كريمة الليمون. هنا كريمة الليمون راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تشوفوها كيفاش، ونخليها لكم في الاي من فوق. راح نديرو كريمة الليمون من فوق، لازم الكيكة تاعنا تكون باردة تماما. نديرو كريمة الليمون، بسم الله. هكذا، والكميه اللي بقات لنا ما نرموهاش بالطبع، راح نخبوها، راح نديروا بها اشياء اخرى نحتاجوها. هكذا راح ندخلوها للثلاجه تبرد تماما وتيبس شويه كريمه الليمون، ونتلاقاو ونشوفوها في صحن. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ويدعم القناه على المواصله. هذا هو شكل الكيكه تاعنا لنهار اليوم.